مرحبا بكم في حلقة جديدة من احنا معك، البرنامج اللي يحاول ان يرافق اصحاب المشاريع ويذلل الصعوبات اللي قدامهم. البداية باش تكون بمتابعة حالة أسامة اللي شفناه في حلقات سابقة. تحب تخدم وحدك؟ وحدك مشروعك وحدك؟ تعرف تقد خبز كرواسون جاتو؟ تعرف الفلوس؟ تعرف تحسب ترجع الباقي؟ فلوس كي يعطيك واحد فلوس يقول لك خبزة اثنين دينار، يعطيك دينار ترجع له فلوس، ترجع له تعرف تشري وتبيع وحدك. فريق احنا معاك رافقوا باش يتحصل على شهادة الكفاءة المهنية اللي عداها أسامة بنجاح. اليوم وكما وعدناه رافقنا أسامة وخطيبته درساف للفحص في عيادة الدكتورة نادية، أخصائية في أمراض الأذن والأنف والحنجرة. جمعية شنو؟ أتاس جمعية المساعدة الأصم في أريانا. هما اللي قرروا، هما اللي قرروا، ما حتى ما وجهوش القيس السمع والزرع القوقعة والزواج. أما قرأ الإشارة، قرأ النطق شوية، وهو يفصح كان صغير ما يمشيش. وملي خرج على خاطر هو توا مش ما يسمعش بكل، عنده أنفون ضعيف على الآخر، معناها هذاك كان زرع عليه القوقعة قبل، راهو توا يتكلم لاباس عليه. راهو يتكلم ويسمع. يتكلم ويسمع بيان سيغ، باش نتنجمو نتكلمو لازمنا نسمع. أوكي. حنا كيش نفيقو بالصغير ما يسمعش بالباهي، كي يتكلم مخر ولا ما يتكلمش. يعني إذا كان قاعد يتبع في جمعية، ستادير ما تنصحوش الجمعية إنه يمشي لزراعة القوقعة وهو صغير؟ حتى أنا ما فهمتش. وسمعت الدكتورة نادية درساف وهي تفسر لها في حالة أسامة. وفحصت الدكتورة نادية أسامة باش تحدد طبيعة الصعوبة اللي عنده. ما توا ما نجموش نرجعوا له السمع 100%، مانيش في النجم نرجعوا يتكلم مالوغوزمون، لكن نجموا نعملوا له سمع باهي ان شاء الله، مش اون بروفيت لو ماكسيموم من نسبه السمع اللي مازالت عنده في الاذن الداخليه وفي العصب. على الاقل كي يبدا يمشي في الشارع يسمع كهرباء تزمر عليه، يسمع كي عبد يعيط له حتى كان مش باش يفهم بالضبط لي ديتاي. دونك باش نوجهوه توا الاوديو بروتيست باهي باش نعملوا سماعه دو بون كاليتي اللي تمشي زاده مع القياس نتاع السمع نتاعو. سماعات انواع يبدأ من 700 حتى 4 ملايين الكعبة. احنا اونس ايسي دافوار حاجة اون فادير فما نوميريك وفما الانالوجي. جو بروبوز دو فير لا ميور في الانالوجيك احسن من تعمل حاجة باد كام في النوميريك. درساف دونك سمارت شنو قال الدكتور نادية كونسيرنون أسامة، يعني باش تعطينا بتتر لو كونتاكت نتاع مختصة في السماعات ونشوفوا إذا كان نجموا ناخذوا له السماعة هذه اللي تحسن من السماعة نتاعو. إن شاء الله. باهي؟ إن شاء الله. إنتخو تون احنا باش نتلاقاو بعد شوية في البي تي إس باش نشوفوا الدوسيي نتاع الفينانسمون نتاعو. باهي؟ أوكي؟ أوكي. هاي باي باي. باي باي. عودنا قابلنا أسامة وخطيبته مرة أخرى ورفقناهم باش يقدموا ملف تمويل المشروع. سليمان سي حسين. مع السلامة. مرحبا. مرحبا. شكرا. حضرنا الأوراق اللي طلبتها من عنا. تفضل. ميرسي. شكرا. بالنسبة للملف يعطيكم الصحة مكتمل. هذا باش نحيلوه على المنظومة اللي يقع درجة على المنظومة وتقع دراسته في خلال الفترة القريبة هذه في معناتها خلال الأسبوع هذايا إن شاء الله. إن شاء الله بحول الله نكون معناها بالموافقة في معناها من هنا حتى نهار الجمعة إن شاء الله. أنا اليوم فرحانة خاطر حلمة أسامة ولات واقعة تحققت الحمد لله يا ربي، بفضلكم وبفضل كل العباد اللي دخلت كسوسوا معنويا وإلا ماديا عاونتنا
وإن شاء الله في الأيامات القادمة تشوفوا أسامة في مشروعه وقاعد يخدم، وإن شاء الله يا ربي كل شيء بالبركة معنا اليوم. ما زلنا مع أسامة حتى يحل مشروعه، وللحديث بقية. مشروع العمل هو واحد من مشاريع الحياة، باش نشوفوا حكايات الناس الطريق قدامها ما كانش سهل. حبيتنا برشا مرات في الحومة ذاية مثلاً ولا في البلاد ذاية حاولت الهجرة برشا مرات. وعليش انت ماهوش مساعدتك يا يعني. ماهوش مساعدتني في بالي بلادي يعني باش تقدر يعني الفن اللي حاجتي به هنا، فهمتني؟ حتى كي وشمت ولا حاجة في بالي يعني. شنو وشمت معناها؟ عندي وشام لهنا مثلاً وفي ديك زاد وفي داية وعندي برشا، فهمت؟ وعليش يعني انت وذاك يعني مش برشا عبيد تغزر لها حاجه تعبير معناه هاي صحيح برشا عبيد تغزر لها حاجه اخر. اسكندر عنده شام في بدنه، كل شام يرمز الحاجه، اما حسيت انه مستعد باش يتخلى عليهم الكل اذا كان يضمن تصوير اخير في عينين الناس. تحكي على برا مثلا كريت خريطه، نحب نخرج لبرا مثلا، عندي شكون انا لبرا نحب نمشي له الورده هذيك. شنو يعجبك في الاوروب انت؟ برشا حاجات مثلاً برشا يعني حتى في مور باش تخدم مثلاً، أنا نخدم لهنية كنت نخدم في مجازان، أنا نخدم 12 ساعة نهار كامل ويقف ناخذ فيه 300,000، فهمتني؟ في مجازان تخدم 12 ساعة؟ ايه 300 قديش خدمت؟ خدمت شهر برك وبطلت يعني ما نجمتش. تعبت؟ ظاهري تعبت، ما ماني طويل شوي ظاهري ما نجمتش. غادي كيف الأوروب عندي ولد حومتي تو مازال مثلاً كي خرج شهر الأول ملي وصل خدم وبعث 5 ملايين دارهم أول شهر وستة ملايين وسبعة ملايين. فاش يخدم؟ يخدم نورمال في مجازان وقاعد سيكوريتي وقاعد. قداش يخلص؟ يخلص في كي يصرفها من توانسة يخلص 5-6 ملايين توانسة. باش يعيش منك هو يبعث 5 ملايين شهر الأول؟ ما عارف عاد، وعنده ولاد حومته أخرين غادي كفهمت، ما خرجش واحد وعنده ولاد حومته أخرين في فرنسا أي في ليون. أنت أمنيتك في الحياة شنو؟ أمنيتي في الحياة خويا نخرج من البلاد هذيك. حسب جريدة لابريس في حوارها مع علاء الطالبي المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فما 12,510 حرقوا لامبيدوزا، فيهم 10,383 راجل و342 امرأة، هذا الكل صار في 2020. ويقول في نفس التصريح أنه في دراسة أخرى للمنتدى 73.9% من التوانسة يروا أن صوتهم مش مسموع في بلادهم. باش نقعد نحبها بلادي، فهمتني؟ باش نقعد نحبها لاخر اخر نفس و... اما نحب نخرج خاطر بلادي ظلموني فيها، ومش كان انا ظلمت برشا عباد ظلمت في بلادي. وشنو هو الحاجات اللي تحبهم في بلادك؟
مثلا خدمه نقولوا احنا كاية مثلا كيفي انا مثلا عندي لوشام نمشي باش نخدم. لا يقول لك الحاجات اللي تحبها في بلادك شنو؟ علاش انا كل ما نسالك على الحاجات اللي تحبها جاوبني انت بالحاجات اللي ما تحبهمش، جاوبني على الحاجات اللي انت تحبها في تونس. والله حتى شيء ما عادش يعجب تو في تونس. من علاش تحبها؟ من وان بليس امي لهني، امي يعني امي مدفونه لهني، يعني باش نقعد نحب تونس على خاطر هذيك، فهمتني؟ ابسط حاجه نبدا ندور مثلا في وسط البلاد يشوف لوشام يعيط لي هنتني، فهمتني؟ الحاك نبدا ندور مثلا في سنتر فيل هكا نمشي نخرج مثلا يوقفني يقول لي ايجا، نمشي له يشوفني انسان يعني في وجهي نظيف وكذا، ما يقول لي شنيا ذي ومنين وكذا، حتى تبدا معي طفله نحشم انا، فهمت؟ تظلم برشا برشا حاجات مع الحاكم، سيرته مع الحاكم. وتونس راني كيما قلت لك سامي، تونس راهي تبقى بلاد يعني امي، فهمتني؟ بس كنت في بطاقة التعريف نتاعك، فما شكون حكم عليك من بطاقة التعريف من بقعة تسكن فيها مثلا؟ برشا 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 مرات، مش حكم عليا، يخسايبني انا مثلا من بلاد اخرى، كي تقول من حي تضامن، هذي تقولش عليا قلت له من كوت ديفوار ولا. والله لا قلتلك حتى الكوت ديفوار شبه بلاد كيما البلدان. نحكي لك يعني مشو مانيش ود بلاده، فهمت؟ يبدا مثلا يقول لك حي تضامن انت نعرفش انا تعملوا ايه، ويزيد يشوف له شيء يقول له رانا معلم مش بكم تغزلوا له البدن اللي عنا في قلوبنا ونحبوا العبد والعباد تحبنا، يغزلوا لك البدنك وشامك، وفهمتني؟ انت اسكندر ليامات عندك انت تشبل بعضها؟ ليه؟ بينا نحكي لك بين البارح والجمعه اللي فاتت والجمعه اللي قبلها، انا كل ما نحط راسي باش نخمم في نهار جديد نخمم لي انا باش نخرج من البلاد. هذاك هو التفكير نتاعك؟ هذاك هو التفكير. وشنو اللي يمنعك؟ يمنعني خويا، تمنعني برشا حاجات، تمنعني بابا تحب تحرق معنا؟ نحب نخرج. شنو اللي يمنعك؟ برشا حاجات يعني مثلا فلوس ومر قاعد مثلا كيما قلت لك باش نمشي نخدم. قداش لازم باش تحرق؟ تو الحرقه ب10 اللي خرجوا فيها ولاد صحابي ب12 وب10، فما شكون حرق وحس روحه ما مشاتش معاه الدنيا؟ فما حتى واحد اللي نطلب فيهم اصحابي الكل جو مبيع الاخ متفرديا هذا اللي شجعك بالطبيعه، خاطر انا تظلمت سامي لهنيا، فهمت؟ تظلمت برشا برشا في برشا حاجات، مثلا قلت لك نحب نطلع حتى غاديك، ماني تظلمت في بلادي في الوشام، نطلع غاديك نحب نحيي هنا الوشام، خاطر لهنا يحكوا قال لك البسانتي وكذا، غاديك اخويا عندي اصحابي نحت الوشام وبدت حياتها من جديد، فهمتني؟ ورجعت لبلادها ورجعت لامها وبوها، فهمتني سامي؟ وكيما قلت لك باش نبقى نحبها بلادي، حتى كان باش نخرج لاخر بلاد في العالم وراني باش نرجع لتونس. قداش تصرف في النهار اسكندر؟ نصرف نصرف، انا نمشي نخرج ندبر راسي نجيب وحدي الفلوس، فهمت؟ بابا راجل كبير كيما قلت لك. قداش تجيب؟ نجيبك ال 15 نمشي مثلا نطلع للنقل وين عرفتني قبيله، مع بالكراب مع اصحابي والحمد لله ناكل ونشرب الحمد لله. دبرك ال 10 كل واحد نعبي له كهرباء ونطلع معاه ونهبط، يعطيني كل دينار 5000، فهمت؟ وما 10 كراب ندبر منهم كل 10 15 ونروح. هذا اسكندر في خدمته، ينجم يكون هو اللي طلع بالخدمة الجديدة هذه، خلاص في نقل جماعي، يعاون الشوفور باش ياخذ الفلوس من الركاب، كل كورسة اش تجيب؟ دينار؟ 2000؟ في النقل الجماعي الناس كل تعرف اسكندر واستانست بيه كراكب ما يخلصش، أما يخلص عليهم. كنت باهي في القراية؟ باهي سامي، كنت نحب برشا القراية. علاه ما أنا بطلت؟ لكن فما ظروف، أي نعرف، فما اسكو حاجة ألمتك بطلت أكيد. أي تو ندم على قرايتي. أصحابك كملوا؟ صحيح. فما شكون كمل؟ فما شكون برشا كمل. شنو عملوا بعد؟ مشاو للفاك برشا وخدم ويخدم وجو به تو، فهمتني؟ هما بقوا صحابي يحبوني وكذا خاطر أنا كنت باهي معاه. أما شنيا يعني غاضتني الحكاية هذيك كي بطلت قرايتي، هي الظروف. شو تعمل في النهار يعني؟ تو قلت لي ما عادش تخدم في النقل هذا. نمشي به نقوم الصباح نمشي ندبر راسي، نخدم في النقل كيما قلت لك ندبر راسي من بعد. هو ما عادش فاهم النقل تو ولا فاهم؟ ما
كي بطلت مع ذاك ما قعدتش وما نقعدش ما نقفش فهمت نمشي ندبر راسي نمشي لهم ما مقعدهم ندبر راسي ضي فيها برشا معاني اي ندب ما قلت لك مام صحابي ما حدا كي نخدم معاهم قعدوا صحابي فهمتني نقول له مثلا راني مش نعبيت الكهرباء باش تعطيني 2000 يقول لي ميسي الاسكندريه حسابها زاد ابو مور صاحبه فهمت مو صحاب به بعد نمشي كنا ناكل من بعد نمشي نترينا نعمل شوي بوكس اسكندر يحاول أنه ما يتخليش على حاجة يحبها البوكس بالنسبة لي سبور وتعبير في نفس الوقت المدرب صاحبه ما يخوش عليه فلوس خاطر يحبه يكمل وما يمشيش لثنية أخرى مخترة وصعيبة ومعقدة دونك ما يزموش يمشي فيها أنت عطيت أكثر لبلادك ولا هي عطاتك أكثر؟ ولا هي أنا شو عطيت أنت؟ مثلاً يعني نحب نخدم أنا وبلادي يعني ما فيهش ما قدروكش حتى على وشين فهمت أبسط الحاجة ذي نحب نخدم بلادي ما ريتها عطتني شيء البلاد ما مدخلهاش أما اللي شدينا ما فهمتش أنا شنو وين يحبوا يوصلونا وين يحبوا شنو يحبونا نعملوا بالضبط والله عندك مشروع في الحياة في مخك؟ عندي اللي هو؟ برشا حاجة برشا مشاريع طو أنا كي أنا صغير برشا حكايات عندي في راسي نحب نخدم اللي تصوروا في راسك نخدموه شنو اللي نجم اللي هو ينحي من مخك الحرق شنو مثلا اي حاجه اي بروجي اي خدمه مثلا كي تشوف بلادي مثلا نخدم فيها ومثلا مانيش حتى عاد تحت العباد مثلا يجي يشوفك بالوشام وبعد يذلك عليه ما نحبهاش انا ديك فهمت خاطر باش ندبر خدمه من بعد باش ينحيك فهمت انت قلت لي قبيله قبل ما نصور ومغروم بالمسرح عملت مسرح ولا اي نحب أنا مش عملت أما نحب كلمت شكون كلمت معز القديري كنت فهمتني قال لي في أي وقت وقتها نخدم أنا دوب وقتها مشديد خدمة في مجازان بعد بطلت منها فهمت مجازان وعلي ما مشيتش المسرح مرة أخرى ما عنديش فلوس مش نقعد نخدم فهمتني كلمت وعندي تول تحومتي لهني وكلمته قال لي يعني عطاها ما عنده قال لي تنعطي كان فهمتني في جانفي اللي فات اسكندر فما احتجاجات صارت في برشا بقايا في تونس حسب رايك انت نهوني مش بعيد على حومتك علاش قامت الاحتجاجات هذيا علاش الناس خرجوا باش يحتجوا العبيد جيعت برشا ما عادش عندها العبيد نحكي لك سنه لهنيه راه جيعت العبيد ما عادش عندها اش عندها باش تاكل وما نفكوش لبعضنا ما نفكوش لبعض اما جات مشكلتها مع الحاكم مشكلتنا مع اللي شادين البلاد هذيا وين يحبوا يوصلوا بالضبط كيفاش ترى انه العباد جات مثلا امثله كيفاش ما هيش تخدم اللي خرجت الكل راهي ما هيش تخدم راه كي نوريك تصويره يعني قربت في 2000 انسان راه خرج فيها حيطه ضامه لهني ما عنديش العباد مش قاعده تخدم تو هنا تصور جيت عندي خدمه مثلا وروحت تعب ماني نروح نقعد على روحي علاش خارج انا باش نضرب فهمت ورا كان جيت عنده خدمه كان علاش باش يهز حجر ويمشي يضرب شنو تتمنى يكون عندك ماهوش موجود تو اتمنى اني كملت قرايتي وحتى كي كملت قرايتي عندي شكون لهني مثلا نكمل قرايتي لهني ومن بعد نخرج من البلاد نكمل قرايتي خاطر لهني ما عندك وين توصل عندي شكون قاري بعد الباك وما عنده وين يوصل انا كان الدنيا ترجع بيك تكمل القراية كمل القراية واليوم شنو اللي حاجة في مخك تنجم تخدمها مثلا أي حاجة مثلا حب أي حاجة أنا مثلا مفهماش واحد صغير مثلا مخدمش ما حلمش بش يطلع طبيب ولا ما حلمش بش يطلع مهندس ولا طيارة صحيح أي. أنا ذو مزوز طبيب ونسوق طيارة والله أما تلزيت في برشا حاجات وبطلت قراية اي مشروعك اليوم في الدنيا اذا كان واحد يقترح عليك حاجه شنو نجم يكون والله انا ديما نحلم مثلا كي نحط راسي نحلم مثلا تبدا عندي مغازان صغير هكا حانوت صغير فهمتني خاطر نخدم تاع كان في هذوكم انا فهمتني نخدم ديما في المغازان واحد حتى تبدا عنده حماس ديما يحمد ربي باش ما يخدمش تحت العباد ومن بعد باش ما يطردوش فهمت حاب نمشي نكمل الغرام تاعو فهمت ما عادش حلمي ولت غرامي مغروم بالمصر نحب نمشي نكمل غرامي فهمت نحب نخدم ومن بعد نمشي نكمل غرامي على روحي أنا إذا كان يبدا عندك هكا حاجة صغيرة وفي نفس الوقت تعمل مسرح تكون نقعد في بلادي علاش ماشي أنا يعني بلاد أخرى بلاد الناس فهمت علاش ماشي
قال نخدم ونمشي نقرا على روحي باش نولي معروف في بلادي، ما نولي مشهور في بلادي. علاش ماشي يعني؟ فهمتني؟ حلمك تكون مشهور؟ حلمي ممثل؟ اه حلم. مغروم برشا انا بالتمثيل. باهي، ميرسي انك عطيتنا الوقت هذا باش نحكيو معاك. انت في اي وقت، والدار على ذمتك وانا على ذمتك. صح والله. ميرسي اسكندر. عاش وسهلا. اسكندر واحد من الاف يعرضونا كل يوم. زعما قداش من مره سمعناهم، وقداش من مره عرفنا مطالبهم. زعما كان نحاولوا ندزوا مع اسكندر احلامه ومشروع حياته، مش نكونوا بدلنا حاجه ولقينا الضوء في ظلام تحيسه؟ احنا مع اسكندر في حلمه انه يعيش كانسان كيما هو يحب.